كان ثري فيز انفرتر من ناحيه واقعيه. انا ما بعمل سنجل، بعمل سنجل فيز انفرتر في البيوت السكنيه اللي عندها سنجل فيز تي في، تمام؟ هذا اكيد راح يكون سنجل فيز لانه هو بيستلم سنجل فيز. بس انا اذا بولد في محطه شمسيه مثلا، مكان شمسي بي في، لازم اولد ثري فيز. وهدول ايش لازم تكون الفيز انجل بينهم؟ 120 درجه بالضبط. ثري فيز انفرتر، اذا ثري فيز انفرتر راح يكون عندي 6 limbs كرر نفس فكرة الدايود باي دايركشنال سويتشز، 6 باي دايركشنال سويتشز. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. بشغلهم بهذا الترتيب. وبشغل مثلاً هذا لمدة 120 درجة، 120 درجة، 120 درجة، 120 درجة، 120 درجة، 120 درجة. أو بشغله 180 درجة. كل هذول بشغلهم 180 درجة. بس قديش الشيفت إن ديجريز بين واحد والثاني؟ 120. لا، بين هاد وهاد. بينهم 60 درجة بيشتغل، بعده ب 60 درجة بيشتغل الثاني، بعده ب 60 درجة بيشتغل الثالث من هون. إذا عندي هون هي الأوتبوتس، بيطلع عندي أوتبوت هون، أوتبوت هون، أوتبوت هون. هذا مثلا في A، في B، في C. ثري فيز انفرتر فينا 6 باي دايركشنال سويتشز هون، Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6. وهذا هون بطلع عندي ثري فيز سويتشز. كل ترانزستور بيشتغل لحاله ولا كل ثلاث مع بعض؟ تمام، ممتاز. شوف شو بنعمل الان، خلينا نرسمهم هون عشان نحسب السؤال. خلينا نحطهم هون ونحدد بالضبط كيف بيشتغلوا. بين الترانزستور واللي بعده لازم يكون في 60 درجة، فبيشتغل واحد، بعده ب 60 درجة بيشتغل الثاني. هلا في عندي تو مودز، يا بشغل كل واحد من هدول 180 درجة، يا بشغل كل واحد من هدول 120 درجة. وخلينا نرسمهم، خلينا نستعمل الثلاث ألوان، راح استعمل هدول الثلاث ألوان عشان نوضح كيف بيشتغلوا. خلينا نفترض الآن إنهم بيشتغلوا لمدة 120 درجة كل واحد. ستين درجة، 120 درجة، 62 درجة. نشغل مثلا ناخذ Q1، لو أنا في Q1 بدي أشغله لمدة 120 درجة،
قديش الفترة الزمنية اللي شغلته فيها؟ 120 درجة راح يكون هون. مين اللي بيشتغل بعده مباشرة؟ فبعده بستين درجة بشغل هذا وبخليه لمدة 120 درجة. Q1 و Q2 لقديش الفترة اللي اشتغلوا فيها التنين مع بعض كانوا شغالين؟ 60. فخلال الفترة هاي الفولتج طالع من هون رايح من A وراجع من C. وهدول اشتغل لمدة 120 درجة، ففي تنين شغالين مع بعض. طب واحد هذا مع مين راح يشتغل قبل ما يجي Q2؟ مع ستة ممتاز. فستة لو بدي اجي على ستة راح الاقي انه ستة وستة لازم يكون لونه اخضر. وهي عندي هي واحد اثنين مثلا ثلاثة أربعة خمسة ستة. هذا هون Q6 لمدة 60 درجة. Q1 مع مين شغال لمدة أول 60 درجة هو اشتغل فيها؟ مع ستة. فخلال 1 و6 هاي 1 و6 الفولتج بيجي البوزيتيف بروح من VA وبرجع من VB وبمشي في Q6 وبكمل الدائرة. فQ1 لمدة قديش ضل هون؟ 120 درجة. 60 درجة منهم مع مين كان شغال؟ مع 6. طفى 6 على مين بده يعتمد الآن؟ جاء Q2 اشتغل 60 درجة مع Q6 واشتغل 60 درجة مع Q2. واحد راح، مين ضل شغال الآن؟ Q2. Q2 مع مين راح يشتغل الآن؟ فطفى 1، 2 لسه شغال، مين جاي يساعد 2؟ 3. 3 راح يشتغل ل 120 درجة، أول 60 درجة منهم مع مين؟ مع Q2. وبعد 60 درجة الثانية. لاحظوا دائما في واحد من هذول الثلاثة شغال، وواحد من هذول الثلاثة شغال. حتى الفولتج يطلع من هون يروح في A أو في B أو في C ويرجع في A أو في B أو في C، يرجع بواحد من هذول الثلاثة. فلازم في لمدة أي 60 درجة يكون شغال Q1 وQ6 خلال الفترة هاي راح يكون شغال لمدة 60 درجة. هذول راح يكون شغال Q1 Q6 ال 60 درجة. هذول ضل Q1 شغال، مين يجي معاه؟ Q1 راح يطفي الآن، مين راح يضل شغال؟ Q2 بس مع مين راح يكون؟ وهيك بصير عندي Q1 Q6 بطفي Q6 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q5 Q5 Q6 Q6 Q1 برجع مرة ثانية. 360 درجة على 60 قديش بتعطيني؟ 6 حالات. شو ستيتس إذا اللي بيشتغلوا؟ عندي Q1 مع Q2 نيجاتيف. بعدين بدال Q1 مين بيجي؟ بطفي Q1 بيجي Q3 مع Q2. هذا على فكرة البوزيتيف وهذا النيجاتيف، يعني اللي فوق واللي تحت. بطفي Q2 مين بيجي بداله؟ Q4 Q3 خلص راح يروح بيجي محله Q5. بضل هذا مع Q4 بروح Q4 بيجي Q6 بعدين Q5 راح يروح راح يجي محله Q1 مع Q6 بعدين Q1 مع Q2 وهكذا. هم ست سويتشز، ثلاثة وثلاثة، كل 60 درجة واحد من فوق يكون شغال مع واحد من تحت، بس مش طبعا مع نفس اللي هون. هل بصير Q1 وQ4 يشتغل مع بعض؟ بصير شورت سايد. لاحظ ما فيش Q1 وQ4 ولا في Q3 وQ6 ولا في Q5 وQ2. إذا هدول disallowed states. Q1 وQ4 هاي disallowed. Q2 وQ5 disallowed. وQ3 وQ6 disallowed. اللي مسموحين هم Q1 وQ6.
او كيو 1 كيو 2 كيو 3 وكيو 4 او كيو 3 وكيو 2 كيو 5 وكيو 4 او كيو 5 وكيو 6 هذه طبعا ل 120 درجه كونتاكشن. طب لو كانت 180 درجه كل واحد منهم بيشتغل بعمده 180 درجه كم ترانزستور راح يكونوا اون ات اني وان بوينت ان تايم؟ ثلاثة بصير عندي مثلا Q1 مع Q6 وQ2 Q3 مع Q4 وQ2 Q5 مع Q4 وQ6 أو Q4 مع Q3 وQ5 أو Q6 مع Q1 وQ5 أو Q2 مع Q3 وQ1 أوكي؟ معقد الهاي؟